انت اعتديت على الاستاذ بالصبوط، سحبت الصبوط تبعي وضربته على راسه. اي اثار جسديه كان لها الضربه على الاستاذ؟ تقطب 18 اطبر. نعم. بدنا نسال السؤال ليه؟ لانه اب رفض انه ابنه يسقط تعرض للاستاذ بالضرب. هو هذا حكي وحكي انا دمري بيتك. انسان سؤال. لازم ياكل قتله بالصباط على راسه، ما لازم يعلم.